أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، والتي نخصصها للوقوف على رفض عدد من النواب منح الثقة للحكومة الجديدة بأسباب إشكاليات تتعلق بطبيعة التشكيل. أعلن أعضاء في البرلمان امتناعهم عن منح الثقة البرلمانية للحكومة الجديدة بسبب تهميش وتغييب إقليم تهامة والنساء في التشكيلة الحكومية، وطالب الأعضاء في رسالة رفعوها للرئيس هادي بمعالجة الأخطاء وإشراك إقليم تهامة والنساء في التشكيلة الحكومية. واستغرب الأعضاء تهميش وتغييب تهامة مع أنه إقليم يضم 4 محافظات هي الحديدة وحجة وريمة والمحويت، وفيه 72 دائرة انتخابية، وعدد سكانه أكثر من 6 ملايين مواطن. كما اعترضوا على عدم تمثيل النساء، مع أن قرار تشكيل الحكومة استند إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي تفرض نسبة ما لا يقل عن 30% من النساء. وأعرب الأعضاء في البرلمان صخر الوجيه وعبد الكريم الأسلمي ومفضل الأبارة وشوقي القاضي عن أملهم في معالجة الخطأين الجسيمين، مؤكدين أن ذلك يخل بمبدأ الشراكة ويتعارض مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي استند إليها قرار تشكيل الحكومة. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: هل تتوقف الحكومة الجديدة عند بوابة البرلمان؟ وما الأسباب التي جعلت الحكومة تستثني إقليم تهامة والنساء من التشكيل الجديد؟ لم تنتهي إشكالية الحكومة بإعلان تشكيلها بعد مخاض عسير ومفاوضات طويلة، بل إن إشكاليات جديدة ظهرت فور تسمية أعضائها، أبرزها رفض عدد من أعضاء البرلمان منحها الثقة لأسباب تتعلق بطبيعة التمثيل وتوزيع الحقائب. البرلمانيون المعترضون أبلغوا الرئيس هادي في رسالة امتناعهم عن منح الثقة بسبب تهميش وتغييب إقليم تهامة والنساء في التشكيلة الحكومية المعلن عنها مؤخرا، مطالبين بمعالجة الأخطاء وإشراك إقليم تهامة والنساء في التشكيل الحكومي، ومستغربين في الوقت ذاته تغييب إقليم يضم 4 محافظات وفيه 72 دائرة انتخابية وعدد سكانه أكثر من 6 ملايين مواطن. الواضح إذن أن الحكومة التي جاءت لتحل إشكالية واحدة أصبحت تواجه العديد من المشكلات، أولها المحاصصة الحزبية والمناطقية، وتاليها عدم موائمتها للمرجعيات التي تستند عليها في إعلان التشكيل، ومن أهمها مخرجات الحوار الوطني التي لم تتوافق الحكومة مع بند من بنوده، وليس آخرها إقصاء النساء في سابقة هي الأولى منذ عقود. إذن لمناقشة أوسع حول هذا الموضوع معنا من إسطنبول عضو البرلمان شوقي القاضي، وأيضا معنا من العاصمة المؤقتة عدن رئيس مركز عدن للبحوث حسين الحنشي، وأيضا معنا من عمان المحلل السياسي عبد الناصر المودع. مرحبا بكم جميعا. نبدأ مع السيد عضو البرلمان شوقي القاضي. بداية سيد شوقي، بالنظر إلى الرسالة التي رفعتموها إلى الرئيس هادي بخصوص الاعتراض على التشكيل الحكومي، هل يمكن القول أن الحكومة بشكلها الحالي ستواجه ثقة يعني أزمة ثقة الآن؟ شكرا جزيلا أخي لك ولضيوفك ومستمعيك الكرام. أخي الكريم، نحن كنواب أشدنا في البداية حتى تكون الصورة واضحة، أشدنا وباركنا وهنينا بتشكيل الحكومة الجديدة بعد مخاض عسير وطويل وإلى غير ذلك، لكن أردنا أن نؤكد على أننا نأبى ونرفض أن يحاصرك، يعني أن نحاصر ثم تملى علينا بطريقة ليست سليمة، لا مع المرجعيات ولا أيضا مع المصالح. على سبيل المثال يعني أخي الكريم، نحن أولا هنأنا بتشكيل الحكومة، وثانيا أيضا أكدنا على أن هذه الحكومة يجب أن تكون حكومة حرب لمواجهة ميليشيا الحوثي أولا، ولتلبية متطلبات المواطنين ثانيا، ولتعزيز مؤسسات الدولة وسيادتها على جميع أراضيها دون انتقاص، برا وبحرا وجوا وجزرا وموانئ ومطارات إلى غير ذلك. هذه أكدنا عليها في بداية الرسالة، لكننا أيضا تعجبنا فعلا استغراب شيء مريب
أنا بالنسبة لي أتهم هناك نية مبيتة لإقليم تهامة. إقليم تهامة الذي يضم 4 محافظات وعدد سكانه العدد الرقم الذي وضع قديم جدا، اليوم يزيد عدد إقليم عدد السكان إقليم تهامة على 8 مليون، فيه أكثر من 72 دائرة. هناك محافظات مثلت بوزيرين وثلاثة وأربعة وخمسة وهي لا تسوى ولا ربع هذا الإقليم. إذن هذا شيء مريب. أنا بالنسبة لي لولا أننا أردنا أن نخفض لهجة الرسالة ونوصل الرسالة حتى تصل، وإلا هذا شيء مريب تماما أن يهمش إقليم تهامة. الأمر الآخر النساء، يعني ما هذا التمادي في إقصاء النساء وتهميش النساء؟ بما أن القرار قرار تشكيل الحكومة استند على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، إذن يجب على هذا القرار أن يستند على مبادئ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وبالتالي أهم هذه المبادئ أو من هذه المبادئ الشراكة. لم نجد شراكة فقد غيب إقليم تهامة، وكذلك تمثيل النساء بما لا يقل عن 30%، وبالتالي أكثر من علامة استفهام على هذا التغييب وعلى هذا التهميش الذي تعجبنا منه. إذن سيد شوقي، نعم سيد شوقي، إذن كما أشرت كنتم تأملون بحكومة حرب، ترفضون الحصار خصوصا فيما يتعلق يعني بمهام البرلمان، وأيضا تأملون بحكومة تحافظ على السيادة اليمنية، وما حصل للتهامة والنساء هي نية مبيتة. برأيك هل ستتراجع الحكومة الجديدة الآن بهذا التشكيل وستقف على الملاحظات التي ذكرتموها، أو أنها ستصر على المضي قدما فيما جرى الآن؟ أولا أريد أن أشير إلى نقطة مهمة، وهي أننا لا نريد من رئيس هادي ولا من مكتب ولا من فريق الرئاسة أن يكرروا مثل هذه الكوارث، وهي كارثة إقصاء الوطنيين الذين لهم مواقف قوية مع الشرعية مثل الميسري والجبواني وغير ذلك. يعني سيكون كل من ساند الشرعية وكل من ساند الدولة وكل من وقف مع مؤسساتها وأراد أن يعززها على أرض الواقع جرم وأقصي تماما وكأنها جريمة، وبالتالي نحن نهيئ الأرضية لوزراء ضعاف يريدون أن ينافقوا الجميع ويريدون أن يرضوا الجميع، وبالتالي لن يخدموا اليمن. يعني سيد شوقي الآن أنت تتخوف من أنه يتم تصنيفكم أو يعني كمعرقلين لتشكيل الحكومة الآن ويتم إقصاءكم مثل ما تم إقصاء الميسري؟ بالعكس، نحن لسنا معرقلين، نحن ساندين لمرجعيات هذا القرار، ونحن ساندين لأقاليم هذا البلد، ونحن ساندين لمكونات هذا البلد وفي مقدمة النساء. نحن على الحق، نحن على الصواب، غيرنا على الخطأ. نأمل من الأخ الرئيس ومن الإخوة في التحالف الذين يعني يشار إليهم دائما بأنهم ساندوا الشرعية ووفقوا بين الشرعية ومكوناتها ومنها الانتقالي على تشكيل الحكومة، نأمل أن يتلافوا الخطأ لأنه خطأ يعني جسيم قبل ذلك. وقبل لكن ذلك لكن سيد شوقي، هناك من يقول أنكم تفتعلون أزمة أمام الحكومة لأسباب من بينها عدم رضا بعض الأطراف بالتشكيل الحكومي الجديد. أخي الكريم، مثل الانتقالي بستة ما يقارب 6 وزراء وحجمه لا يساوي حجم تهامة. الانتقالي بالأخير هو مكون من مكونات الجنوبية، مع كل الاحترام والتقدير، مكون من مكونات لا يمثل الجنوب كله، وهذه قضية معروفة، وبالتالي رضي بما لا يقل عن 6 يعني وزراء. ألا يحق لإقليم تهامة؟ إلى متى سيظل إقليم تهامة مغيب ومهمش؟ غيب منذ الإمامة ولا زال مستمر، وأنا أحمل ممثلي تهامة ونواب تهامة ووجاهات تهامة، أحملهم الوزر الكبير، لأنه هم الذين رضوا لأنفسهم هذا التغييب وهذا التهميش. آمل الآن أن يصحى هؤلاء وأن تصحى الرئاسة وأن يصحى مكونات الدولة إلى أنه لا إقصاء لأي مكون، لا إقصاء. يعني هل يريدون من أبناء تهامة أن يحملوا السلاح ضد الدولة ليعترفوا بهم؟ هل يريدوا أن يكونوا مثل بقية المكونات الأخرى التي تضغط على الدولة والشرعية؟ وصل الحد إلى درجة أن بعض المكونات التي تستجدى وتراضى من الرئاسة والتحالف. سيد شوقي، البعض أيضا يقول نعم هذا الإجراء يقولون
أنه يستهدف أو يهدف إلى عرقلة الحكومة بشكل مباشر حتى يتسنى تنفيذ الشق العسكري في أبين بالشكل المطلوب، هل هذا وارد؟ كل شيء يسند الدولة ويسند الشرعية ويسند المرجعيات ويسند التحقيق الحقيقي والأفضل لتطبيق اتفاق الرياض، نحن معه وسنقف معه ونسنده، لا عيب في ذلك. نعم، شكرا جزيلا لك عضو البرلمان شوقي القاضي، كنت معنا من اسطنبول على التعليق حول هذا الموضوع. نعود للسيد من العاصمة المؤقتة عدن، رئيس مركز عدن للبحوث حسين الحنشي. سيد حسين، مرحبا بك معنا. حسين الحنشي، إذن نعود للسيد عبد الناصر المودع المحلل السياسي من عمان. سيد عبد الناصر، مرحبا بك. مرحبا بكم. نعم، بداية من الواضح أن الحكومة التي جاءت لكي تحل إشكالية التمثيل بالنسبة للانتقالي أصبحت الآن تواجه إشكاليات جديدة، كيف ترى ذلك؟ أولا كنت أتمنى أن يبقى الأخ شوقي القاضي لأتحاور معه حول مطلبهم وما قاله. سيد عبد الناصر، يعني احنا بناء على طلب سيد شوقي حاولنا ان يعلق على الموضوع ثم غادرنا. اوكي، انا ساتحدث بشكل عام والمساله ليست مساله شخصيه. اولا مطالب هؤلاء غير دستوريه بالمره، هي غير قانونيه وغير دستوريه هذه المطالب. أيضا هؤلاء عندما احتجوا على هذه القضية الغير دستورية يعني لم يحتجوا على أن هذه الحكومة شكلت بانفصاليين يطالبوا بتفكيك الجمهورية اليمنية، هذا أمر لا يحتجوا عليه. يقولوا بأنهم وجودهم في هذه الحكومة هي خطوة أولى، خطوة من خطوات تفكيك الجمهورية اليمنية والانفصال. كيف يصبح وزير وهو لا يعترف بالجمهورية اليمنية؟ كيف هذا سيؤدي اليمين الذي يقول بأنه سيحافظ على الوحدة اليمنية وهو مشروعه الذي يعلن عنه والذي لم يتبرأ منه يقول بأنه سيفكك الجمهورية اليمنية؟ الأمر الآخر، هذه الحكومة تشكل في عاصمة دولة أخرى وتشكل عمليا من قبل دولة أخرى، بمعنى أنها حكومة في وضع يعني منعدم السيادة. ألم يحتج هؤلاء على موضوع السيادة الذي هو الموضوع الأساسي، يعني عناصر الدولة الأساسية السيادة والأرض والشعب والحكومة؟ لا لدينا حكومة مركزية في الداخل، حكومة موجودة في الخارج، ولا لدينا سيادة. هؤلاء النواب يعني ليس الأحرى بهم أن يحتجوا على هذه المواضيع الجوهرية وينشغلوا بمواضيع حامشية. الأمر الآخر، قضية المحاصصة هذه بدعة وبدعة مدمرة تفكك النسيج الاجتماعي والهوية الوطنية وتحول اليمنيين من أن لديهم هوية يمنية إلى هوية جديدة تم اختراع بعضها، وبعضها أيضا هي هويات انفصالية، جنوبي حضرمي أو غيره من الهويات، يعني مع احترامنا للتسمية، إقليم تهامة، إقليم الجند، إقليم هذه التسميات وهذه الأقاليم أيضا ليست دستورية. عندما بيتكلموا عن مؤتمر الحوار هذا ومخرجاته، هذه وثيقة سياسية لم تصبح دستور، لم يستفتى عليها من الشعب اليمني. هؤلاء الذين ذهبوا إلى موزمبيق وتم إيهامنا بأنهم تحاوروا، هؤلاء ارتكبوا أكبر جريمة في حق اليمن. نعم، وضحت فكرتك سيد عبد الناصر. نعم، وضحت فكرتك سيد عبد الناصر. المنافسة ومبدأ تفكيك الجمهورية اليمنية هذه جريمة، مؤتمر الحوار ومخرجاته جريمة، وحتى لو افترضنا بأن لا نريد أن نغرق سيد عبد الناصر. نعم، قواعد السورية لم تصبح قواعد السورية حتى يتحدث هؤلاء ويقولوا أنه خالف هذا وخالف ذاك. نعم، تفضل بالبقاء معي سيد عبد الناصر. ينضم إلينا من العاصمة المؤقتة عدن رئيس مركز عدن للبحوث حسين الحنشي، مرحبا بك معنا. مرحبا حسين جميعا. نعم، كيف تنظر بداية لما أورده عدد من أعضاء البرلمان بخصوص الامتناع
عن إعطاء ثقة للحكومة الجديدة؟ أولا فقط للشؤون الإعلامية والحديث عن البنية الدستورية لنظام تهاوى كليا وكأنه في عز قوته واستخدم آلياته التي لم يعد لها أرضية أصلا لمحاولة صنع الثقل لمن فقد ثقله على الأرض وأصبح مقاولة لمشاريع إقليمية معادية ليس للبلد واستقرارها بل حتى للإقليم العربي ككل. وثانيا دلالات فرق هذا العمل من مضمونه الواقعي هو أن تأتي من أربع نواب فقط ينتمون إلى جهة الإخوان المسلمين في اليمن وإن تعددت الأطر والمسميات في حين أنهم يعرفون أن حكومة التوافق التي رأسها بحار مثلا هناك خمسة نواب امتنعوا عن منحها الثقة وليست أربع فقط. هناك قانون في نصاب يضع ما يقومون به في مهب الريح والعمل الفارغ من المضمون والمضحك حتى. ثالثا وهذا الأهم وأن هذه الخطوة مجرد تسويق شخصي من قبل هذه الشخصيات تريد إظهار امتياز أهميتها للرعب. نعم لكن سيد حسين هم يطالبون بمطالب تنتمي إلى سيد حسين هل أنت معي؟ معك أنا أسمعك. نعم هنا لو تحدثنا إلى أين يقود هذا الرفض الحكومي الجديد وكيف سيؤثر في طبيعة المرحلة الآن؟ لا تأثير لهذه الخطوة لأنه هو فقط محاولة صنع ضجيج أهميته ثقة ببساطة لأن هذا لا يؤثر دستوريا ولا حتى سياسيا. الخطوة هذه لا ليس لها أرضية على الواقع وهي مجرد محاولة إعلانية وإبراز إعلامي هي مجرد خطوة في صراع إقليمي بين المشروع العربي للمشروع التركي الذي يقيم هؤلاء النواب الأربعة. نعم يبدو أننا فقدنا الاتصال بسيد حسين الحنشي سنحاول التواصل معه. نعود لي سيد عبد الناصر المودع. سيد عبد الناصر كما أشرت أن هذه الحكومة تحمل يعني بوادر فنائها بإدخالها لأسباب من ضمنها المحاصصة الحزبية والمناطقية، هل تعتقد أن الحكومة الآن يعني استثنت النساء بشكل متعمد وحتى موضوع إقليم تهامة؟ يعني بغض النظر عن الحيثيات التي أدت إلى أنه لم يعينوا من هذه المنطقة أو تلك، أخي العزيز عندما بدأ يطرح موضوع المحاصصة الجهوية في 2013 كتبت أنا مقالة قلت المحاصصة الجهوية مش صيغة لدولة فاشلة، هذه حقيقة يستطيع استنتاجها أي مطلع سياسي بسيط وليس حصيف. لبنان أكثر من 100 سنة من المحاصصة الطائفية لم ينتج إلا دولة فاشلة أنتج أمراء طوائف يتوارثوا المناصب داخل أسرهم وبقية الشعب محروم من أي فائدة. فكرة المحاصصات أيا كانت هي فكرة مدمرة للدولة ولكن عديمية الأخلاق وعديمية الضمير ولأسباب خاصة تم تمرير هذه الأفكار المدمرة ولا زال الآن يتغنوا بها ويعتبروها بأنها عمل عظيم. عندما الآن تقول لي بأنه تعطي تهامة حصة، من يمثل تهامة؟ هل سيمثلها واحد اثنين ثلاثة من مشايخ الإقطاعيين حق تهامة؟ عندما تقول لي النساء، من هنا النساء؟ هل من سيمثل 50% من الشعب اليمني؟ هل هؤلاء النساء الذي الآن يعملين الحملة ومعظمهن عايشات في خارج اليمن لا يشعرن بأي معاناة لمعاناة النساء داخل اليمن؟ هؤلاء لكن سيد عبد الناصر هذا حق دستوري، هذا حق سياسي للنساء. لا 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 المحاصصة هذا حق سياسي للنساء منذ 40 عاما والنساء تشارك في الحكومة اليمنية. الحق لأي لمن هو أكفى أكان رجل أو امرأة، من هو أكفى ومن يستحق المنصب ليس محاصصة. تم إقرار نعم تم إقرار هذا الموضوع في مخرجات الحوار الوطني. مخرجات هذه تظل مخرجات زي أي مخرجات طبيعية للبشر وغير البشر، هذه المخرجات لم تتحول إلى قواعد دستورية. ها
هذا النواب عندما يتكلموا، هؤلاء النواب لا يخالفوا الدستور ويخالفوا قواعد الدستور، عندما تقر ويصادق عليها الشعب اليمني ويعتبرها أساس الدولة الجديدة الذي يوعدونا بها، في هذه الحالة تصبح قواعد دستورية ومخالفة دستورية، ليست مخالفة دستورية. هذه أولا حتى الآن هي تعتبر جريمة، عندما تقسم المجتمع إلى مناطق وإلى فئات هذه جريمة وفقا للدستور الحالي. الدستور الحالي لا يسمح بتشكيل أي كيانات على أسس جهوية، بمعنى ذلك عندما يسمى مكون تهامة أو مكون النساء أو مكون أو مكون الجنوب أو أي مكون آخر، هذا معارض للدستور القائم. نعم. الأخ حسين تفضل بالبقاء معي. اللحظة، الأخ حسين قال لم يعد للدستور وجود، إذا لم يعد للدستور وجود هذا عمليا أن هذه الحكومة هي حكومة غير شرعية والرئيس غير شرعي وكل هذه الكيانات غير شرعية، لأن هؤلاء يستمدون وجودهم من دستور الجمهورية اليمنية، ليس هناك أي مرجعية أخرى غير دستور الجمهورية اليمنية. أضيف في 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 دباجة القرار الجديد استنادا إلى اتفاق الرياض وكأنه أصبح مرجعية سوريا، هذا واحد من اهتراء الدولة اليمنية أن تصبح بدون أي حاكمية، بدون أي مرجعية، بدون أي أي ضوابط قانونية. وضحت فكرة السيد عبد الناصر. وخلاصة تفضل. نعم، يعني أنت يعني ما شاء الله عليك تتوسع في الموضوع. نعود لي السيد حسين ما دام عاد معنا حسين الحنشي. سيد حسين، هل سينجح أعضاء البرلمان في إيقاف الحكومة عند بوابة البرلمان؟ هل تعتقد أن هذه خطوة الآن جديرة بالوقوف عندها؟ سيد حسين. ألو. نعم سيد حسين، هل أنت معنا؟ معي. أيوة أسمعكم أنا تمام. نعم، كنت قد سألتك هل سينجح أعضاء البرلمان في إيقاف الحكومة عند بوابة البرلمان، خاصة أنهم يعني استندوا على تهميش وتغييب تهامة وأيضا النساء، وهذا حق كما أشاروا. سيد حسين. يبدو أننا فقدنا الاتصال مرة أخرى بالسيد حسين الحنشي. على العموم شكرا جزيلا لك رئيس مركز عدن للبحوث. نعود لي السيد عبد الناصر المودع بسؤال أخير. أنت كما أشرت أن هذه الإشكالات المطروحة اليوم يعني لا تشكل أزمة ثقة مع البرلمان، ويعني قللت من هذه الخطوة، هل يمكن أن يعني احترام ما تقدم به هؤلاء الأعضاء وتفسيره بشكل أعمق؟ ليس له أي تفسير، أي هذه العريضة أو هذه المذكرة ليس لها أي أهمية. كما ذكرت لك هؤلاء ركزوا على أمور تافهة تماما وأغفلوا الأمور الجوهرية. لو كان هناك وطنيون داخل هذا البرلمان لما سكتوا عن هذا العبث الذي يمارس باسم الجمهورية اليمنية وباسم دستور الجمهورية اليمنية. كان عليهم أن يتصدوا لكل هذا العبث الذي يتم من سنوات طويلة. السيد شوقي القاضي أشار إلى نقطة معينة أنا سألته فيها حول مسألة هل يعني قصدهم من هذه الخطوة يعني الحث على تنفيذ الشق العسكري في أبين بالشكل المطلوب، فقال أن نعم كل الاتجاهات مطروحة حول هذه الخطوة التي قاموا بها. ليس لها علاقة. أنت تعرف أن الشق العسكري الآن معلق ولم ينفذ. الشق العسكري لم ينفذ في أبيان ولم ينفذ في عدن، وحتى لو نفذ يا أخي العزيز هذه اتفاق الرياض هو استمرار لتفكيك الجمهورية اليمنية، وليس اتفاق، هو مثل اتفاق السلم والشراكة. يعني عندما فرض الحوثي بالاتفاق مع هادي وبن عمر هذا ذاك الاتفاق اتفاق مدمر. هل نظل نتحدث عن لماذا لم يطبق اتفاق السلم والشراكة؟ نفس الشيء اتفاق الرياض هو اتفاق أيضا لتفكيك الجمهورية اليمنية. إحنا لا نرجع إلى أصول المشكلة ولا ندخل في تفريعات تافهة وكأننا أكرينا
بالأصول الخاطئة. نعم. لن هذا الاتفاق نفذ أو لم ينفذ، هو ليس في صالح اليمن. شكرا. نفذ. نعم. أو لم ينفذ ليس. نعم. في صالح اليمن. هذه الحكومة حكومة مشكلة من قوى انفصالية، وهذا أكبر جريمة فيها، محاصصة جهوية مخالفة للدستور وقانون الجمهورية اليمنية، شكلت من قبل دول أخرى، في أيضا شكلت في دولة أخرى. كل العناصر وكل الأسس تشير إلى أنها حكومة غير شرعية. وضحت فكرتك سيد عبد الناصر. نرجع. نعم. إلى قضية البرلمان لو سمحت لي دقيقة واحدة. نعم تفضل. الحكومة الحالية حكومة معين عبد الملك وقبلها حكومة بن دغ، وهذه الحكومة لن تحصل على الثقة يعني حتى من الناحية الشكلية، وبالتالي هي حكومة غير شرعية من هذه الناحية. أعضاء البرلمان لم يستطيعوا أن يجتمعوا واجتمعوا مرة واحدة، وهذا الاجتماع أيضا مشكوك في شرعيته، ولا أعتقد بأنهم قادرين أن يجتمعوا بنصاب حقيقي في أي لحظة في المستقبل القريب على الأقل. نعم شكرا جزيلا لك، عفوا لمقاطعتك لضيق الوقت، شكرا جزيلا لك عبد الناصر المودع المحلل السياسي كنت معنا من عمان، وأيضا الشكر لعضو البرلمان شوقي القاضي كان معنا من اسطنبول، وأيضا من العاصمة المقطة رئيس مركز عدن للبحوث حسين الحنشي، ولكم التحية مني ومن معد الحلقة ماهر أبو المجد، وإلى اللقاء.